يطيب لي في البداية أن أعرب لكم عن عمق سعادتي ونحن نحتفي اليوم جميعاً بتتويج تألق وتميز النساء المغربيات، وذلك وفاءً ببلادنا للتعريف بالمبادرات الجديدة والطاقات الإبداعية المسخرة للنهوض بحقوق النساء والتفوق Nous arrivons à l'étape finale du prix Tamayouz de la femme marocaine. اليوم كنجيو للمحطة الأخيرة من جائزة التميز للمرأة المغربية التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة سنويا، واللي كتجي باش كتختار يعني احسن المبادرات اللي كتهتم بالتمكين السوسيو اقتصادي للنساء. فهاد السنه اخترنا الموضوع ديال الشمول المالي والذكاء الاصطناعي كرافعات من اجل تعزيز التمكين السوسيو اقتصادي للنساء، وهذا الموضوع استقيناه من الخطب الملكيه الساميه اللي كياكد فيها صاحب الجلاله نصره الله على اهميه التكنولوجيا الحديثه وعلى اهميه الشمول المالي من اجل تعزيز الفرص ومن اجل تعزيز ركائز الدوله الاجتماعيه. فهذا سنة استقبلنا 836 ديال المشاريع، هو واحد الرقم قياسي مقارنة ب 2021 اللي كانت 65 مشروع. قامت اللجنة برئاسة الدكتورة الأستاذة أمال الصغروشني مع عدد من الأعضاء، السيد رئيس جامعة روميت وعدد من الشخصيات التي لها دور مهم في المجتمع، سواء في الإعلام، سواء في المجال الاجتماعي، سواء في المجال الاقتصادي او في مجال التكنولوجيا. فتم اولا دراسه هاد 836 مشروع وانتقاء عدد من المشاريع من كل جهه، جميع الجهات كانت ممثله، ومن كل جهه تمت زياره المشاريع ميدانيا، مشات اللجنه للاقاليم والجهات وشافت المشاريع وتم اختيار مشروع من كل جهه. واليوم غادي تعلن اللجنه لان عملت واحد يعني تداول او مداوله اخيره باش غادي تختار الثلاث فائزات الاخيرات اللي غادي نعلنوا عليهم في الحفل ديال اليوم. ونذكر بان المبلغ المخصص لهذا الجائزه هو 300,000 درهم، الجوائز الثلاث طبعا هو 300,000 درهم. فتنتمناو التوفيق للجائزه دو لا فام ماروكان اديسيون 2024. جو ميرسي. الاسم ديالي لمياء خرباش، رئيسه ديال تعاونيه جوري تطوان. هاد الجائزه اللي حصلنا عليها على الجائزه الاولى كنهديها لدوار اشكرت بالخصوص الجماعات الحمراء والنساء ديال التعاوني، مزيد من العطاء ان شاء الله. احنا في جهه طراته فيلد التعاونيه الفلاحيه نساء دت اللي كتخدم على التثمين ديال الورد العطري، الوردة الدمشقية في واحد في جامعة سوق الخميس ذات. هذه الجائزة كتمثل لنا واحد التشجيع، واحد القفزة نوعية، وكتزيد لنا ثقة على ثقة باش ننمي ونطوروا الورد، يزيد يعرف إشعاع كبير في السوق العالمي. السلام عليكم، معكم حسناء فريد، مسيرة ومؤسسة ماركة تيتريت مود. سعداء جدا بالفوز بالمركز الثالث في جائزة المغربية للتميز، وكنشكروا وزارة التضامن على هذه الجائزة اللي كتبين الخدمة ديال المرأة المغربية وكتشجعها على أنها تستمر في العمل ديالها وتزيد في الخدمة ديالها. شكرا بزاف. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.